هذه تقول بارك الله فيكم، نريد منكم نصيحة للمقبلات على الزواج. والله نصيحتي للمقبلين والمقبلات على الزواج، على هذه الحياة الجديدة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بالنسبة لهم ولهن سعيدة، أولا تقوى الله تبارك وتعالى الذي هو رأس الأمر كله، وتقوى الله تبارك وتعالى فيه الخير العظيم والبركة العميمة. هذه البركة التي تتحقق إذا عرف الزوج حق زوجته عليه، وعرفت المرأة كذلك حق زوجها عليها. وينبغي على الأخت المسلمة المقبلة على الزواج أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال: لعظم حقه عليها. عظم الحق هذا من الله تبارك وتعالى، هو الله هو الذي أعطى هذا الحق العظيم للزوج، لأن الحياة لا تستقيم إلا بهذا، والحياة تستقيم بصلاح الأفراد وصلاح الأسر، والتي بها صلاح المجتمع. والأسر لا تصلح إلا بالسير على منهج الله تبارك وتعالى، هذا المنهج الرباني الذي تحفظ فيه مثل هذه الحقوق، وأن تكون كذلك دائما وأبدا حريصة أن يتحقق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء التي إذا أمرها زوجها أطاعته، وإذا نظر إليها أصرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. تجعل هذا الكلام النبوي العظيم نصب عينيها دائما وأبدا حتى تلقى ربها تبارك وتعالى. وينبغي أن تعلم كل أخت، وأن يعلم كل أخ، أنها لم ولن تتزوج مثل أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله. تتزوج من تحسب أنه على دين وأنه على خلق، لأجل ذلك رضيت به زوجا لها وشريكا لحياتها، ولكنها قد تجد من هذا الرجل ما قد يسيئها، ما قد يسيئها بالنسبة لعلاقته بربه، أو ما قد يسيئها بالنسبة لخلقه وطبعه، فهي دائما وأبدا تسعى لتكميله وإصلاح لتكميل نقائصه وإصلاح ما عنده من المفاسد بقدر المستطاع. تجتهد في هذا الأمر بالتذكير وبالنصح وبالأخذ بيده وبالدعاء له بظهر الغيب، لعلها تكون سببا في صلاحه وفي تكميله. والتكميل غاية تطلب، ولكنه غاية قد لا تنال، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يكون هذا الكمال البشري إلا في طائفة من خلقه، وهم الخلص من عباده،
وهم أنبياء الله جل وعلا ورسله، والناس دونهم دونهم كذلك، الناس دونهم في منزلتهم، دونهم في دينهم وفي أخلاقهم وفي أحوالهم كلها. وهكذا تستقيم الأمور وتستقيم الحياة، لا بد أن يكون فيها عند الالتقاء بين الاثنين، أو الالتقاء بين الجماعة أو الجماعات، لا بد أن يكون صبر، ولا بد أن يكون تطاوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابيين جليلين أرسلهما في مهمتين نبيلتين، الدعوة والتعليم، الناس، قال تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا، والتطاوع أن يتنازل بعضنا عن حقه، يعني رغبة في جمع الكلمة وتأليف القلوب. وأولى الناس بمثل هذا هما الزوجان، الزوج أو الزوجة، وأسعد الناس بالأجر والثواب في هذا الباب هو أسبقهما إليه، هو أسبقهما إليه. إذا كانت المرأة هي السباقة لمثل هذا الأمر، هي عند الله أعظم أجرا. وهذا أمر طبيعي أنه يقع بين المرأة والرجل ما قد يقع بين جميع الخلق، قد يختلفان في بعض المسائل، قد يتنازعان في بعض القضايا، قد يتنافران في بعض الأحيان، ولكن أسعدهما بالأجر والثواب ورفع المنزلة والقدر عند الله تبارك وتعالى هو أسبقهما لهذا الأمر الذي يكون سباق للإصلاح. قال أخطأت وسامحني يا زوجي، ولا أو أخطأت وسامحيني يا زوجتي، وإن كان هو المصيب، ولكن يفعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. يكون في هذا خير عظيم، وتستقيم حياة الناس على هذه الصورة وعلى هذا المنوال. الزوجة ينبغي أن تتسلح عند خروجها من بيت أبيها إلى بيت زوجها بسلاح الصبر العظيم، لأنها قد تخرج من بيت كانت فيه مترفة إلى بيت قد تذوق فيه ضيق المعيشة، تخرج من بيت كانت في بيت غنى إلى بيت فقر بعد ذلك، وما أخرجها إلا إرضاء ربها تبارك وتعالى. فتصبر لأجل ذلك وتحتسب. ومرت معنا هذه الأحاديث كيف كان الصحابة يعني لا يساومون في قضية الجنة، إذا جاء ما يقابل الجنة لا يقدمون أي شيء يقابله، حتى لو ذهب بصره يقول لا أرضى، لا 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 لا، لا أقدم هذا على جنة ربي تبارك وتعالى. وتلك المرأة الصالحة يعني نطقت بهذا الأمر العظيم، وتركتها في الحقيقة، تركتها كلمة باقية لسائر المؤمنين وسائر المؤمنات، قالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة. فكذلك بالنسبة لبناتنا وأخواتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهن وأن يوفقهن وأن يجمع بينهن وبين أزواجهم على طاعة ربهم تبارك وتعالى، وأن يكون لبنة طيبة مباركة في هذا المجتمع وفي هذه الأمة المباركة
أمة النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة التي تذكر الله جل وعلا وتعبده، والتي تبقي الخير في هذه الأمة. وما بقاء الخير في هذه الأمة إلا بمثل هذه الأسباب، بابتقاء الخيرين وبإنجاب الخيرين والخيرات من بعدهم. وهذا كان من لدن المؤمنين الأول السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال هذا الخير في هذه الأمة بهذه الطريقة. صلى الله عز وجل أن يبارك للجميع وأن يوفق الجميع وأن يأخذ بأيدي الجميع إلى طاعته، وأن يسعدهم وأن يسعد بناتنا وأخواتنا في شأنهم كله. والله تبارك وتعالى أعلم. ما أدري لك أن أختم بهذه النصيحة. أنا والله في الحقيقة وأنا أنصح بناتي وأخواتي، يعني أجد هذا الأمر في قلبي وأحس به، لأنني أعلم أن هذا الأمر هو توفيق من الله تبارك وتعالى للكثيرات منكم. وصعب جدا الفراق بعد طول عشرة، ولكن الذي يسلي قلوبنا جميعا أن المرء دائما وأبدا يستحضر قول نبيه عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. حتى في هذا الباب، حتى في هذا الباب أقول لبناتي وأخواتي: تذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن كنا ما تركتن هذا إلا لله عز وجل، تبتغون به مرضات ربكم تبارك وتعالى، والله جل وعلا سيعوضكن بذلك خيرا من ذلك. أكيد لن تجد البنت خيرا من والديها، ولكن هذا التعويض الذي يقذفه الله جل وعلا في قلبها بسبب هذا الأمر يسليه كذلك. تذكركن لخير النساء وأفضل النساء، لبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت مؤمنة يعني تعظم وتسترقل خروجها من بيت والديها اللذين هما أحب الناس إليها، ما ظنكن بفاطمة رضي الله تعالى عنها؟ التي كانت أحب الناس إلى قلب رسول الله، التي كانت ريحانته رضي الله تعالى عنها، ورغم ذلك خرجت من بيت رسول الله. خرجت من أشرف بيت وأعظم بيت، والله تبارك وتعالى جعل في خروجها بركة
وأكرمها الله تبارك وتعالى، فأنجبت سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنجبت الذرية الصالحة، أنجبت الحسن رضي الله تعالى عنه الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظمتين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يوفق بناتنا لما يحبه ويرضاه. أنا أقول هذا وفي قلبي أن ريحانتي وبناتي جميعا، ولست أعني بناتي اللاتي هن من صلبي، ولكن أعني بناتي جميع أخواتي، أن فيهن هذا الخير العظيم، لأنهن يسرن وراء تلك الخطوات العظيمة التي سارتها تلك الطاهرات المباركات من الصحابيات الجليلات ومن بنات سيدنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كنا وأن يوفق كنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.